الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. اطلعت على حديث عظيم ذكره كثير من المفسرين في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال المفسرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله. من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله. ده الحديث. الحديث ده معناه إيه؟ معناه إن اللي بيصلي بـ1000 آية يكتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين، معنى اصح هتبقى باهل الفردوس الاعلى، ستكون رفيقا للانبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الجنه. طب ازاي نصلي ب 1000 ايه؟ طب ايه الدليل ان الرسول هنا يقصد 1000 ايه؟ اكتر من دليل. اولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام في ليله بـ10 آيات لم يكتب عند الله من الغافلين، ومن قام بـ100 آية كتب من القانتين، ومن قام بـ1000 آية كتب من المقنطرين. نص الحديث ده والحديث الصحيح له نص تاني يقول: من قرأ 1000 آية. مالش من قام. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيقصد بالقراءة قيام الصلاة، مش بيقصد إن إحنا نفتح المصحف ونقرأ 1000 آية. ما كل الناس بتختم المصحف من أوله لآخره، والقرآن فيه 6000 آية. هل معنى كده إن اللي بيقرأ القرآن والناس كلها في شهر رمضان بتقرأ وبتختم القرآن وبعض الناس بتلاقي أكتر من ختمة، هل معنى كده؟ يعني لا، ده المقصود بيه من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين، معناه إن أنت تصلي بـ1000 آية. طب نصلي بـ1000 آية إزاي؟ ده في مشقة كبيرة. لا، هحاول لحضراتكم طريقة ميسرة وصوابها عظيم جدا. الصلاة مش هتاخد منك نص ساعة، تصلي بـ1000 آية وتحصل هذا الثواب العظيم. تقرأ سورة الإخلاص 250 مرة، تقرأ سورة الإخلاص 250 مرة، تقسم ال 250 مرة دول على 4 ركعات. إزاي؟ تقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص مثلا 70 مرة، أنا بقول مثلا، المهم المجموع يبقى 250، الركعة الثانية 60، الركعة الثالثة 60، الركعة الرابعة 70، يبقى أقرأ الفاتحة وأقرأ سورة الإخلاص 70 مرة. بعدين الركعة الثانية أقرأ سورة أقرأ الفاتحة أقرأ سورة الإخلاص 60، بعدين 60، بعدين الركعة الثالثة الفاتحة وسورة الإخلاص 60 وهكذا، والركعة الرابعة 60. طب المجموع يبقى كام؟ 70 و60 و60 و60، يبقى 250 مرة. أو طبعًا المهم المجموع يبقى 250، أو مثلًا تقرأ سورة الإخلاص 100 مرة في الركعة الأولى، بعدين 50 50 50. المهم المجموع يبقى 250 مرة، ليه؟ لأن سورة الإخلاص فيها 4 آيات، يبقى 4 آيات في 250 مرة، يبقى أنت غيرك قرأت وصليت بألف آية تكتب عند الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا الحديث مش مقيد، يعني يقول من صلى، ما قالش بقى مرة ولا اتنين، فأنت تحاول تصلي الصلاة دي على قد ما تقدر. ما قدرتش كل يوم يبقى يوم ويوم، 3 مرات في الأسبوع، ما قدرتش مرتين في الأسبوع، المهم كل ما يكون عندك قوة ووقت صليه، لأن الثواب عظيم جدا. يبقى ايه هو الثواب؟ طب ليه انا بقول لكم تقرأ سورة الإخلاص بكثرة؟ وايه الدليل من السنة على صحة هذه الصلاة وعلى سنيتها وثوابها العظيم؟ أدلة كثيرة جدا من السنة. أولا حديث اللي صححه الإمام الألباني: من قرأ عليه الصلاة والسلام في الحديث، والجمهور العلماء تقبلوا هذا الحديث بالقبول، والإمام الألباني صححه: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة، من قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين، ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور. فسيدنا عمر الخطاب في رواية قال: إذا نكسر يا رسول الله، قال الله أكثر وأطيب. وفي رواية تانية سيدنا أبو بكر قال: إذا نكسر يا رسول الله، قال الله أكثر وأطيب. إذا الإكثار من قراءة سورة الإخلاص سواء في الصلاة أو في داخل خارج الصلاة سنة. الحديث مش مقيد بصلاة، قال من قرأ يبقى داخل الصلاة وخارج الصلاة. طب في أدلة تانية؟ في أدلة تانية كثيرة. حديث الرسول صلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحابي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، قام بسورة الإخلاص يقرأها طوال الليل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحابي كان معدي سمعه، فكأنه تقلها، يعني هو سورة الإخلاص بس عمال يقرأها ويكررها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له: والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، طب الكلام ده معناه إيه؟ معناه الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي على ما يفعله. واذا الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الصحابي على فعله، فاذا هذا فهذه سنه.
يبقى الاكثار في قراءه سوره الاخلاص في الصلاه سنه، لان الصحابي قاعد طول الليل يصلي بيها ما يصليش بغيرها. في دليل تاني، في دليل تاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ طول الليل ايه، ان تعذبهم فانهم عبادك عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، وقعد يكررها 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 طول الليل. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يقرأ ايه ويكررها طول الليل، يبقى احنا ما نقرأش سوره الاخلاص ونكررها؟ اذا ده دليل. طيب يبقى ايه بقى الصواب العظيم اللي انت هتاخده لو انت صليت الاربع ركعات دول بالطريقه اللي قلنا عليها دي؟ اولا الاربع ركعات دول لو انت صليتهم بعد العشاء كانك صليتهم ليله القدر، هتاخد ثواب قيام ليله القدر. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحديث ده صحيح موقوفا على كثير جدا من الصحاب، على عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عن السيده عائشه، عبد الله بن عمرو بن العاص، من صلى اربع ركعات بعد العشاء في روايه من الروايات لم يقطعهن بتسليم كنا بعدلهن من ليله القدر. فمعناه الكلام ده كانك صليتهم ليله القدر، بس ده بشروط، وانا كنت اتكلمت قبل كده انك انت تقرا قران بعد الفاتحه في الاربع ركعات. بس في الحاله دي مفيش تشهد اوسط، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، او سيدنا عبد الله بن مسعود قال، لم يقطعهن بتسليم. يعني ايه لم يقطعهن بتسليم؟ يعني ما تصليش اتنين اتنين، لا تصلي اربع ركعات متصلات. بدل ما انت قرات، ودي القاعده، قرات قران بعد الفاتحه في الاربع ركعات، بدل ما انت قرات قران بعد الفاتحه في الاربع ركعات يبقى مفيش تشهد اوسط، دي القاعده الفقهيه الثابته. يبقى هتقرا سوره الاخلاص، هتقرا الفاتحه، هتقرا الفاتحه بعدين تقرا سوره الاخلاص زي ما احنا قلنا 70 مره، وبعدين رقعه ثانيه تقرا سوره الاخلاص 60 مره، رقعه ثالثه تقرا سوره الاخلاص 60 مره، رقعه رابعه تقرا سوره الاخلاص 60 مره، او تقرا سوره الاخلاص مثلا 100 في الرقعه الاولى، وبعدين 50 50 50. يبقى كده المهم المجموع يبقى 250، ما يقلش عن 250، عشان يبقى 250 في 4 يبقى انت كده صليت ب 1000 ايه. طيب ايه الثواب بقى اللي احنا هناخده لو احنا صلينا الاربع ركعات دول بالكافيه دي؟ اول شيء تكتب عند الله يوم القيامه مع النبيين والصديقين كما جاء في الحديث. الشيء الثاني وده اللي بيصحح الحديث، تكتب عند الله من المقنطرين. مش الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث من قام في الليله بعشر ايات لم يكتب عند الله من الغافلين؟ يعني معنى كده اللي ما بيصليش خالص بيكتب من الغافلين في الليله دي. ومن قام ب 1000 ب 100 ايه كتب من القانتين، يعني اللي بيصلي ب 100 ايه كتب له قنوت ليله، بس يقرا سوره الاخلاص 30 مره، يقرا سوره الواقعه، كتب له قيام ليله، ويكتب عند الله من القانتين. لكن اللي بيصلي ب 1000 ايه عشان يبقى يكتب يوم القيامه مع النبيين والصديقين يكتب من المقنطرين. ايه هو القنطار؟ اصح الاقوال في القنطار، بعض العلماء قالوا لو انت مليت الكره الارضيه كلها حسنات ما تجيش حاجه بالنسبه للقنطار. لكن القول الصحيح، معاذ بن جبل سال الرسول صلى الله عليه وسلم ما القنطار يا رسول الله؟ قال له القنطار 1200 اقيه، والاقيه خير مما طلعت عليه الشمس وخير مما بين السماء والارض. والعلماء قالوا ايه زي ابن عربي او غيرهم في تفسير الحديث، قالوا كانك الاقيه دي، بس الاقيه دي فلوس، كانك تصدقت بثمن الكره الارضيه كلها، او كانك كان عندك الكره الارضيه كلها وجعلتها وقف لله سبحانه وتعالى. خلي بالكم ده في روايه 12000 مش 1200 بس. بس خلينا في الروايه الاقل عشان الناس ما يحصلش عندها خبل من 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 من, من الثواب العظيم اللي هقوله دلوقتي. طيب يبقى انت هيكتب لك الاقيه خير مما طلعت عليه الشمس وخير مما السماء، بيكتب لك 1200 اقيه. يبقى كانك تصدقت، او كانك بقدر بالكره الارضيه كلها، او جعلت قطعه، او عندك قطعه ارض قد الكره الارضيه كلها، الكره الارضيه كلها 1200 مره جعلتها وقف لله، ده اكتر كمان. طب مساحه الكره الارضيه كلها قد ايه؟ مساحه الكره الارضيه كلها نصف مليار و66 مليون كيلو متر مربع. يبقى انت هتزيد في ملكك بالصلاه دي قد مساحه الكره الارضيه كلها في الجنه 1200 مره. يبقى بما معناه يزيد ملكك في الجنه حوالي 600 او 700 مليار كيلومتر مربع، يعني قد مساحه بلد او قد مساحه الكره الارضيه كلها 600 مره او 700 مره. اسف، قد مساحه الكره الارضيه كلها 1200 مره، مساحه الكره الارضيه نصف مليار، بيضرب يبقى ملكك في الجنه او مساحتك في الجنه هتزيد 600 مليار كيلومتر مربع. وده اللي انا كنت قلته لكم لما اتكلمت عن صلاه الفجر وثواب صلاه الفجر، لان صلاه الفجر اعظم ثوابا بكثير، لان صلاه الفجر بتساوي قيام الليل كله من الاول لاخر. ده بيوريك اللي ما بيصليش الفجر في الجامعه بيخسر قد ايه. بس احنا دلوقتي بنتكلم على قيام الليل. صلاه الفجر ثواب اعظم كده بكتير، بس بشرط تكون في جماعه في المسجد.
لانها اكتر، لانها ثوابها اكتر من قيام ليله بحالها مش اكتر من قراءه 1000 ايه، والانسان يقدر يقرا اكتر من 1000 ايه بكتير لو قام الليل كله من اول لاخر، لان صلاه الفجر بتساوي اكتر من قيام الليل كله من اول لاخر في المسجد شرط في جماعه. يبقى اول شيء في صواب الصلاه ده تكتب عند الله، تكتب عند الله من تكتب يوم القيامه مع النبيين والصديقين. شيء ثاني شيء تكتب من المقنطرين، تاخد ثواب قنطار وملكك يزيد في الجنه. المقنطرون دول اعظم قوام الليل على الاطلاق، ويزيد ملكك في الجنه 600 مليار كيلومتر مربع في نصف ساعه، لان انت هتقرا في سوره الاخلاص 250 مره في الاربع ركعات دول، ان شاء الله مش هتاخد اكتر من نص ساعه. الثواب الثاني هتبني 250 قصر في الجنه، 250 قصر. طب انا كنت قلت لكم ان اللي بيقرا سوره الاخلاص 10 مرات بيتبنى له قصر. ده في حديث ثاني ذكره ابن ماجه وذكره الامام السيوطي في الدور المنصور، في كتاب الدور المنصور في الفضائل العظيمه للاكثار من سوره الاخلاص، وهقول لكم دلائل صحه هذا الحديث او العمل به. من قرأ قل والله احد على طهاره كطهاره الصلاه بنى الله له 100 قصر في الجنه، وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكانت ونظر الله اليه سبحانه وتعالى، ومن نظر الله اليه لم يعذبه ابدا. وهحاول ان شاء الله اكتب لكم الكلام ده كله في الوصف، هكتب لكم الحديث. طب ازاي اللي بيقرا قلت بيزن اللي بيقرا سوره الاخلاص على طهاره في الصلاه غير اللي بيقراها بدون طهاره وهو قاعد؟ الثواب في الصلاه بيتضاعف اضعاف كثير. ازاي؟ سيدنا علي بن ابي طالب قال، والحديث ده حديث حسن صحيح ان شاء الله، ذكره الامام المتقي الهندي في كتابه، احتسب على الله سبحانه وتعالى الذي يقرا، احتسب على الله سبحانه وتعالى الحسنه في القران بعشر حسنات بدون وضوء، وبوضوء ب25 حسنه، وفي الصلاه جلوسا ب50 حسنه، ووقوفا ب100 حسنه. بمعنى ان انت لو بتصلي القران الحرف في القران مش هيبقى ب10 حسنات، هيبقى ب100 حسنه. ليه؟ لان الصواب في الصلاه بيتضاعف اضعاف كثير. ده كلام سيدنا علي بن ابي طالب. طبعا كلام الصحابه رضي الله عنهم يكون له حكم الرافع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كنت صوت الاخلاص بدون طهاره وانت قاعد او نايم في الفراش 10 مرات بقصر، يبقى لما اذا قراتها في صلاه يبنى لك بكل واحد قصر. وانا قرات في ابن كثير والله يشهد على ذلك ان اللي بيقرا سوره الاخلاص مره واحده يبنى له 10000 قصر في الجنه، 10000 قصر. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قصر النبي والشهيد به 5000 غرفه، به 5000 غرفه. اذا ده يصحح معنى الحديث. يبقى انت لو صليت الصلاه دي هتقرا سوره الاخلاص، طب ازاي ما تبلكش 250 قصر؟ اذا كان انت هيزيد ميراثك في الجنه قد الكره الارضيه كلها 1200 مره، هيبقى هيزيد براسك مثلا 600 مليار كيلومتر مربع. هو 600 مليار كيلومتر مربع مش مليانين قصور؟ ده يبقى اكتر من 250 قصر بكتير، بس احنا بنتقدم بتتكلم بظاهر الحديث. يبقى هيتبنى لك 250 قصر في الجنه، 250 قصر في الجنه كما جاء في الحديث. الصواب الرابع هتاخد اجر قراءه القران 80 مره، كانك ختمت القران 80. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من منكم يستطيع ان يقرا ثلث القرآن في ليلة، والحديث صحيح. قالوا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال من قرأ قول الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. يبقى أنت لو قريت 250 مرة اضرب تقسم 250 على 3 يبقى أنت ختمت القرآن 80 ختمة. صواب وأنت واقف في النص ساعة. صواب عظيم جدا، صواب عظيم جدا. الصواب اللي بعد كده، الصواب اللي بعد كده تشيعك الملكة بالآلاف عند موتك. كان في صحابي اسمه، الحديث ده له 5 طرق، اسمه معاويه ابن معاويه المزني، مات في المدينه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، فجاءه جبريل قال رسول الله مات معاويه في المدينه اتصلي عليه؟ قال نعم يا جبريل. قال له مالي يا جبريل؟ فقال عليه الصلاه والسلام مالي يا جبريل ارى الدنيا او الشمس مزدهره لها نور ليس ككل يوم. قال له ان الله انزل 70000 ملكا ليصلوا على معاويه. قال له وبما بلغ معاويه هذه المنزله يا جبريل؟ قال له بقراءتي قل الله احد قاعدا وقائما وماشيا ونائما وعلى كل حال. يبقى كان بيقراها كم مره في اليوم؟ طب احنا بنتكلم على صلاه نص ساعه، ما بالكم بقى ده في واحد ذكره ابن كثير ربما كان من التابعين او من تابعين التابعين، كان ورده اليومي 31000 مره او 41000 مره، يقراها كل يوم
31000 مره او 41000 مره. طبعا ربنا كان بارك لهم في الوقت، فمحدش يسال ازاي. سيدنا عثمان بن عفان كان بيقول كان بيقرا القران كله في ركعه، والحديث صححه الامام السائب. فالناس دول كان لهم، الصحابه والتابعين دول كان لهم كرامات عظيمه، ربنا سبحانه وتعالى كان بارك لهم في الوقت، فوقتهم كان غير وقتنا خالص. فطبعا غير الفضائل العظيمه التي جاءت في هذه في الاقصار من سوره الاخلاص، سواء كان في الصلاه او خارج الصلاه. من قرأ قل هو الله احد حين يدخل بيته نفت الفقر عن بيته والجيران، تنفي الفقر عن بيته والجيران. من قرأ الله احد 100 مره غفرت له ذنوب 100 سنه، وفي روايه ثانيه 50 سنه، من قرأها 200 مره غفرت له ذنوب 200 سنه. جاء في فضلها ايضا اللي بيقرأها في موته، والعلماء عضدوا المعنى هذا الحديث، يبلغ منازل الشهداء ويأمن من فتنة القبر ومن سؤال الملكين ومن ضغطة القبر. ضغطة القبر عليه تبقى بسيطة جدا، ومناقب لا تحصى، مناقب لا تحصى. ف طبعا انا مش هقدر اتكلم عن المناقب الكثيرة دي، لان هحتاج الوقت، احتاج الى ساعة او ساعات، لكن انا قلت اهم الاشياء. فانا هحاول اكتب لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو، نسخوا هذا الكلام وانشروه. فيا ريت كلنا نحاول نصلي هذه الصلاة، ما يدتش كل يوم، يوم ويوم، يوم وكل يوم، كل يومين، ثلاث مرات في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، انما حاول تكسب من هذه الصلاه صوابها العظيم حتى تكتب عند الله يوم القيامه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فما تنسوش يعني تاخذوا هذا الكلام وتنشروه، نشر هذا العلم في طلب عظيم، من علم علما فله اجر من عبده يوم القيامه. لا ينقص ذلك من كل شيء. تشوف تفعيل الجرس والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وتساعدونا على نشر السنه النبويه. كل قولي هذا، استغفر الله لكم.